السلام عليكم. انتشرت أخبار امبارح أنه صار في خلافات ما بين أصحاب مطعم سهول سحاب وما بين البنت ربا اللي كتبت المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي وما بين أبوها. طبعا إحنا ما بدنا نحكي بالحيثيات حتى ما نغرق بالتفاصيل، بس اللي بدنا نحكيه الآن أنه اللي صار والخلافات اللي صارت حتى إن صارت أو سوء الفهم اللي صار مش مشكلة تسميات، هذا إشي طبيعي يصير مع الناس هاي ومع أي ناس بصير. ليش بصير؟ هذا الحكي هو رد فعل طبيعي لفعل غير طبيعي، والفعل الغير طبيعي انه الشهرة المفاجئة. هسا على الانسان العادي لما يصير معاه شهرة مفاجئة ردات فعله ما بتكون مثل ردات فعل الشخص اللي بيصير شهرة متدرجة. كيف يعني؟ يعني هسا مثلا ممثل او مذيع على التلفزيون لما ينشهر بكون مثلا بدأ بداية بسيطة، بعدين عمل اكثر من عمل، بعدين اتطورت الامور معاه، يمكن تاخذ الموضوع معاه 4-5 سنوات حتى انه ينشهر. ولكن الموضوع في وسائل التواصل الاجتماعي يختلف جدا. الناس اللي بتنشهر على وسائل التواصل الاجتماعي بتنشهر بين يوم وليلة، فما بتكون مهيئة نفسيا واجتماعيا وحتى ماديا على انها تنشهر او انها تنتشر، لانه الشهرة التقليدية مثل ما حكينا بدك وقت وبدك جهد. اما الشهرة على وسائل التواصل الاجتماعي بتكون مثلا انت بتفتح قناة يوتيوب او بتفتح اي قناة او اي مكان من وسائل التواصل الاجتماعي وبتقعد تقريبا تنزل لمدة شهر أو شهرين أو 3 أشهر، بتكون فيديوهاتك كل يوم تجيب 50 مشاهدة 100 مشاهدة، بين يوم وليلة بتنام بالليل بتصحى الصبح ولأنه مشاهداتك جايبة 250,000 أو 1,000 أو مليون مشاهدة، وبالتالي بصير عندك ملايين المتابعين. هذا الحكي بصير بين يوم وليلة. لأي شخص بنشهر بالطريقة هاي بتكون ردات فعل يعني مش مدروسة أو غير طبيعية، خصوصا أنه بكون شخص عادي، يعني بكون تحت ظروف بسموها normal people and in abnormal condition، فبالتالي ردات فعلهم بتكون غير مدروسة. حتى أنه طلع مصطلح طبي في علم النفس اسمه The Netflix Effect. Netflix Effect هذا أنه نسبة إلى شبكة نتفليكس، طبعا هي معروفة شبكة أفلام قوية ومشهورة على مستوى العالم، بتصنع أفلام وبتعمل أفلام للممثلين. النتفليكس إفكت إنه ناس كثير صاروا يحصلوا على ناس كثير لما ينشهروا بشكل مفاجئ، لأنه النتفليكس بتيجي بتعمل فيديو لشخص معين أو بتعمل فيلم لشخص معين بتقول له بدنا نعمل لك هالفيلم، بكون الشخص ما حداش بيعرفه أو يمكن بس أبناء منطقته اللي بتعرفوه. بعد ما يعمل هذا الفيلم تقريبا بصير 177 مليون مشاهدة أو 200 مليون مشاهدة، بنشهر على مستوى العالم وبكل لغات العالم، غير أنه الدخل المادي بيكون عالي جدا، فبالتالي بصير زي تشويش بالتصرفات أو عدم فهم للآلية، أو يعني بده مرحلة طويلة أو مرحلة زمنية حتى أنه يستوعب اللي صار معه. فهذول أصحاب المطعم اللي صار معهم أنه بيوم وليلة صرت مشهور على مستوى الوطن العربي، بيوم ليلة كل المشاهير بيجوا عندك، بيوم ليلة كل الداعمين بيجوا عندك، وانت مش مهيئ نفسيا ولا اجتماعيا ولا ماديا للحكي هذا. فمن الطبيعي جدا انه يصير خلافات ويصير، لانه هذا الحكي او هذا الشهرة او مصدر الرزق اللي جاهم ما كان مهيئ له من اول، وما اجى وفق دراسة جدوى او اشي مرتب له من اول. الكل تفاجأ بالموضوع، الكل تعامل مع الموضوع من مبدأ الهبة، حتى ردات فعلهم هم كأشخاص طبيعيين كانت مبدأ الهبة. اللي بطلبه من الناس لا تحكموا لا على البنت ولا على أبوها ولا على صاحب المطعم. اللي صار معهم بيصير مع ناس كثير، وأي كل الناس اللي بيصير معهم بتكون ردات فعلهم بالطريقة هذا. هذول بشر وبشر طبيعيين ويمكن من الناس البسطاء الحمد لله الله رزقهم، وبالتالي يعني كل الأمور راح تنحل، راح يرضوا البنت وراح تنحل البنت وراح ترجع البنت وصاحب المطعم مع بعضهم كل أمورهم تمام. ولكن أنا بدي إياه من المتابعين انك ما تحكم لا على البنت ولا على صاحب المطعم ولا على ابوها ولا على مشاهير السوشيال ميديا. هيك الدنيا الان صارت، الحكي هذا حكي طبيعي وبصير بكل دول العالم، بس لانه يمكن احنا بدولة او مجتمع اول مرة يصير معنا الحكي هذا فقاعدين نتفاجئ احنا بالمواضيع هاي بشكل كبير. فرجاء لا تحكموا عليهم، لا تحكموا على اصحاب المطعم ولا تحكموا على البنت. البنت ما كذبت، ما حكت حقائق غير صحيحة، واصحاب المطاعم أصحاب المطعم ما كان عنده أي مشكلة مع البنت، ولكن اللي صار والفجأة اللي صارت ما كان لها أي ترتيب مسبق عندهم، فبالتالي الحكي هذا بيؤدي دائما إلى مثل حدوث مثل هذه التوترات وهي المشاحنات. شكرا لكم على المتابعة، ونتمنى أنه الله يهدي البال، ونتمنى أنه الله يرزق الجميع، وأنه الناس يعني تتعلم
وتتعظ من اللي بيصير مع الناس هاي وتعذر الناس والحكي اللي بيصير فيها. شكرا لكم على المتابعة، وأتمنى أنكم تعملوا متابعة، تعملوا لايك أول إشي وتعملوا شير لفيديوهاتي وتعملوا المتابعة حتى أنكم تحضروا باقي الفيديوهات اللي أنا منزلها على القناة. وشكرا لكم على الاستماع، والله يعطيكم العافية.